السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني خواتي، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومتجدد من شروحاتنا على قناتكم قناة التقني أندرويد دي زاد. مواصلت في دروس أندرويد ستوديو ومشاكل جرادل. في بعض الأحيان تأتيك هذه الرسالة الخاصة، الخطأ الخاص بالجرادل manifest market filed with multiple error C log. كيف نقوم بحل هذا المشكل؟ هذا المشكل يكون لما تأتي بكود سورس، يعني بنسخة أندرويد قديمة وجرادل قديم، وتريد أن تجربه في نسخة أندرويد حديثة ونسخة الجرادل حديث أيضا. طيب ماذا نعمل لحل هذا المشكل؟ الحل هذا المشكل هو بسيط، يعني حله بسيط يعني نوعا ما. يمكنكم تتبع المشكل، هذا هو المشكل. up a process debug manifest، لديه مشكل في المانيفست. لما تذهب الى المانيفست تقوم بفتحه، تختار market manifest، ثم من الاسفل سوف تجد الايرور. ها هو الايرور، market error، يعني خاص tools replace PC feed at linuit for attribute android punk dupacom compact factory but no new value specific app main manifest this file lin set. كيف نقوم بحل هذا المشكل؟ طيب تأتي الى refactor، هنا من ريفاكتور تنزل الى الاسفل، تنقر على ميجريت تو اندرويد اكس، تظهر لك هذه النافذة، تنقر على ميجريت. هذا مجلد الذي يوجد فيه ملف الكود سورس الخاص بنا. تنقر اوكي، تنقر يس، وتنتظر looking for usage، تنتظر عمل build gradle من جديد. كما تشاهد تم حل المشكل بنجاح، الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. انتظرونا في الشروحات القادمة، لا تنسوا بأن نقرأ سبسكرايب القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.